طارق الغنام العون. بيبدأ موسم جديد لفريق كرة السلة في النادي الأهلي باختلافات كتير، مدرب رحل ومدرب قادم وتغييرات كبيرة في قوام الفريق، لكن يبقى اختلاف هو الأهم، إنه أول مرة من أكتر من 20 سنة هيبقى موسم رياضي من غير طارق الغنام. رحل حجر الزاوية في تاريخ لعبة الباسكت في النادي الأهلي وترك ميراث لا ينسى، تاريخ يليق بموهبة فذة وإمكانيات نادر تتجمع في لاعب واحد. إمكانيات خلته قادر على المنافسة لأكتر من 20 سنة في الملاعب والأفضل في مركزه أغلب فترات لعبه. ختام مسيرة حافلة للغنام، 4 بطولات دوري سوبر و5 بطولات دوري مرتبط و6 بطولات كاس مصر و2 كاس كؤوس، والبطولة الأهم في تاريخ باسكت الأهلي دوري أبطال أفريقيا 2016 اللي قدر يحصل فيها على جائزة أفضل ريباوندر زي بداية مسيرته لما قدر يفوز مع الأهلي ببطولتين كاس الكؤوس ويكون الأفضل في مركزه. أسطورته كلاعب سلة كان لازم تتبروز بحاجة استثنائية، وكان وجوده في سن ما بعد الـ40 في الملاعب ورجوعه من الاعتزال مرتين ويكون مؤثر لآخر لحظة من أهم الاستثناءات. فبعد رجوعه للأهلي سنة 2016 وهو على مشارف الـ40 سبب أساسي في فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية اللي بالتأكيد مستوى المنافسة فيها صعب، والفوز بالكأس الموسم اللي فات والمرتبط في الـ3 مواسم الأخيرة حتى الموسم ده لما الفريق وقع في ظروف صعبة والإصابات ضربته. طارق الغنام كان تاني أكتر لاعب مشاركة في مجموعة الـ16 في أفريقيا بـ68 دقيقة بـ3 ماتشات بـ3 أيام متتالية، ويكون أكتر لاعب الفريق ريباوند أكبر دليل على إمكانيات لاعب فذ حتى أنفاسه الأخيرة في الملاعب. اعتزال الغنام مش حدث عادي في تاريخ باسكت الأهلي، لأنه بالتأكيد ما كانش لاعب عادي في تاريخ مصر ولا الأهلي. شكرا يا أسطورة على كل اللي قدمته للأهلي وانتمائك الحقيقي للكيان. زي ما شكرنا اكيد احمد صلاح، بنشكر اسطوره اخرى في كره السله كابتن طارق الغنام اللي حقق لقبين، لقب دوري ابطال افريقيا لابطال الدوري مره، ولقبين ابطال الكؤوس. الناس اللي كانت بتتكلم عن ان الرياده لانديه اخرى غير النادي الاهلي لو قدرتوا تحققوا في بطولات افريقيا اللي حققه الكابتن طارق الغنام، تعالوا كلمونا. نطلع فاصل ونرجع تاني.